بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 90%. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف صاد صاد عين عين معوض. أخونا يقول: أنا تزوجت من ابنة عم لي وقد أنجبت لي طفلين، وبعد عدة سنوات من الزواج علمت أن زوجتي قد رضعت من امرأة أجنبية أنا قد رضعت منها، وهذه المرأة التي أرضعتنا أنا وزوجتي هي أجنبية عني وعن زوجتي ولا تمت إلينا بصلة، علما بأن الرضاع لم يكن في حول واحد بل كان في حولين مختلفين، فما الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا ثبت أنك وزوجتك رضعتما من امرأة واحدة، كل منكما رضع 5 رضعات في الحولين، إنكما تكونا أخوين من الرضاعة، وبناء على ذلك فإنها لا تحل لك. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لقوله صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وهذا مذكور في قوله تعالى لما ذكر المحرمات، قال: وأخواتكم من الرضاعة. ولكن إثبات هذا والنظر فيه يحتاج إلى نظر القاضي، راجعوا المحكمة الشرعية لتنظر في ثبوت الرضاع وتحقق شروطه، ثم القاضي يحكم بما يراه موافقا للوجه المشروع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر يقول: هل الأضاحي تجب على الحجاج في موسم الحج فقط أو على جميع الأسر في المناطق الإسلامية؟ وإذا وجبت على الأسر ماذا تفعل بها بعد ذبحها؟ جزاكم الله خيرا. الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة، وفيها فضل عظيم، لكنها مشروعة في حق من يقدر عليها وتتيسر له، لأنها شعيرة عظيمة وعبادة عظيمة في هذه الأيام، أيام النحر. فمن قدر عليها إنه يتأكد في حقه أن يذبحها، سواء كان في مكة مع الحجاج أو كان في أي بلد من بلاد المسلمين. هذا هو الحكم في الأضحية. وأما ما يصنع بلحمها فإن السنة أن توزع 3/3 يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه إلى أصدقائه وأصحابه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو تكرمتم، بعض الإخوة يخلط بين الهدي والأضحية والفدية، هل تتكرمون بالتفصيل في هذا وقد ناسب المقام إن شاء الله؟ أما الأضحية فإنها مشروعة بحق عموم المسلمين، وأما الهدي والفدية إنهما يختصان بالحجاج. والهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الواجب هو هدي التمتع والقران. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وكذلك الهدي الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور، وهو ما يسمى
بهدي الجبران. أما ما زاد عن ذلك لم يكن هدي تمتع ولا هدي جبران ترك واجب أو فعل محظور، فإنه يكون من الهدي المستحب، يكون من الهدي المستحب، وهو من أفضل الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، أي 100 بعير ذبحها يوم النحر في منى. ولا شك أن الواجب هو بعير واحد، وأما الباقي فإنه كله يكون هدي تطوع. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح هناك وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من سلطنة عمان وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم سين راي، له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: أنا من سكان البادية وأقوم بالصلاة بالناس في رمضان لعدم وجود من يحفظ القرآن، وأثناء صلاة الوتر لا أعرف دعاء القنوت لعدم حفظي له ولا أقوم بالدعاء، فهل تكون الصلاة صحيحة بدون دعاء القنوت أم علي شيء في هذا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولك الأجر في ذلك حيث قمت بهذا العمل الجليل، وهو أنك تأم جماعتك في صلاة التراويح، فنرجو لك الأجر الجزيل في ذلك. وأما دعاء القنوت فإنه ليس بواجب، وصلاتك صحيحة والحمد لله، ولكن لا يتعين دعاء يحتاج إلى حفظ، بل عليك أن تدعو بما تيسر، عليك أن تدعو بما تيسر وما يحضرك من أنواع الأدعية، ولا يتعين دعاء معين يحتاج إلى حفظ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد عندي إبل أعيش في وسطها، وبعد الوضوء أسير عاري القدمين فأدوس بقدمي على بعض فضائلها، فهل عندما تقع قدمي عليها ينتقض الوضوء أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا ينتقض الوضوء، الحمد لله. وروث الإبل طاهر، بل روث كل ما يؤكل لحمه، روث كل ما يؤكل لحمه وبوله طاهر والحمد لله، فإذا دست عليه فإنك دست على طاهر. وحتى لو قدرنا أنك دست على نجاسة فإن الوضوء لا ينتقض بذلك، وإنما يجب غسل النجاسة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اشتركت أنا ومجموعة من الأهل والأصدقاء في تجارة، واتفقنا جميعا على شرط معين، وهو أن يرعى التجارة هذه 4 أفراد كل أسبوع، ويكون هذا الإشراف بالتناوب. والشرط الثاني أن من يتغيب عن هذا الإشراف يخصم منه مبلغ من المال الذي يتقاضاه شهريا ويوزع على الذين قاموا بالإشراف، فهل إذا حصلت على مال من هذا يعتبر حلال أو أن فيه شبهة؟ جزاكم الله خيرا. لا شبهة في ذلك ولا بأس، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، فإذا قمتم بالعمل بدلا عنه فإنكم تستحقون الأجرة التي يستحقها لو حضر وقام بالعمل، فما أخذتموه إنما أخذتموه في مقابل أنكم قمتم بالعمل بدلا عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط المستمع حسن أحمد بعث يسأل ويقول: والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت إذا شفاها الله من هذا المرض أن تصوم كل شهر 9 أيام، فشفاها الله وصامت هذه الأيام 9 عدة شهور، ولكن ظروف الحياة من زراعة ورعي للأغنام لم تستطع أن تصوم هذه الأيام 9، بل اقتصرت على صيام 3 أيام من كل شهر، وهي إلى الآن لم تقطع هذه الأيام، أرشدونا بارك الله فيكم ماذا عليها في الأيام المتبقية من كل شهر، وماذا عليها أن تعمل، وكذلك أرشدونا بماذا تنصحونها أن تفعله في هذا النذر؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أن
أن هذا الصيام يكون واجبا عليها بالنذر. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر نذر طاعة وهو الصيام، فيجب عليها. أما كيفية صيام هذه الأيام التي نذرتها فهذا بحسب نيتها وشرطها. فإن كانت نوت أن تصومها متتابعة إنه يجب عليها أن تصومها متتابعة، وإن كانت نذرت وأطلقت فلها أن تصومها متتابعة ومتفرقة، هذا بحسب نيتها. طيب، فعلى الاحتمال الأول هو أنها نذرتها متتابعة ولكن صامتها متفرقة، يكون عليها كفارة يمين عوضا عن التتابع، وصيامها صحيح إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. الكفارة لمرة واحدة أو لمرات متعددة؟ لمرة واحدة، تكفر كفارة يمين لمرة واحدة عن التتابع الذي نوته ولم تنفذه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل ورمزت إلى اسمها بالحروف ها لام قاف، لها سؤال: اعتذرت في البداية وتقول: اعذروني فقد يكون السؤال غريبا ولكني أريد أن أفهم، إذا كان الميت يعذب في قبره فكيف يعذب، بجسده أو بروحه؟ وإذا كان يعذب بجسده فكيف يعذب الذين يحرقون أو الذين تتفجر بهم السيارات؟ الواجب على المسلم أن يعتقد ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من أن الميت يعذب في قبره أو ينعم. طيب، يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. طيب، لصحة وتواتر الأحاديث والأدلة بذلك من الكتاب والسنة، فعذاب القبر أو نعيمه حق، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما كيفية التعذيب فهذه مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله، ولكن الظاهر والله أعلم أن التعذيب يقع على الروح وعلى البدن، بل هو الحق أنه يقع على الروح وعلى البدن، فيعذب البدن وإن استحال إلى تراب. طيب، فإنه يعذب لظاهر الأدلة. طيب، يعذب مع الروح، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، ولو احترق أو تفجر بحادث تفجير أو حريق، نعم، فإنه يناله من عذاب القبر أو نعيمه ما يناله، حتى لو أكلته الطيور أو السباع أو صلب على خشبة ولم يدفن حتى تلاشى وفني، فإن عذاب القبر يصل إليه. طيب، والله قادر على كل شيء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، اعتذارها هل ترون له مبرر أو أن المسلم يسأل عن كل ما أشكل عليه؟ اعتذارها لأن السؤال هذا لا ينبغي أن يسأل، لأنه لا طائل من ورائه. الواجب على المسلم كما قلنا أن يؤمن ويعتقد ما صحت به الأدلة، ولا يسأل عما وراء ذلك مما هو موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وما هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا أراد أن يقوي إيمانه بهذه الأشياء فسأل. السؤال لا بأس به من حيث العموم. طيب، لكن ينبغي للمسلم أن يسأل عن الأشياء المهمة التي ينتفع بها في دينه، ويعرف بها الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، يعرف الحلال والحرام، هذا الذي يجب على المسلم. طيب، أن يعرف المطلوب منه شرعا من أجل أن يؤديه، ويعرف المطلوب منه تركه من أجل أن يجتنبه. طيب، هذا هو المفروض على المسلم. طيب، نعم. لعل الشيخ صالح يود أن يقول كلمة عن الإيمان بالغيب في هذا المقام. الإيمان بالغيب واجب على كل مسلم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بدأ بالإيمان بالغيب. طيب، والغيب هو كل ما غاب عنا من الأمور التي أخبر الله عنها أو أخبرت عنها رسله، من البعث والنشور والجنة والنار والإيمان بالله والملائكة والجن، وما غاب عنا والله سبحانه وتعالى أو رسوله قد أخبر عن ذلك، فإنه يجب علينا الإيمان به، وإلا نره وإن لم نحس به أو نلمسه يجب علينا الإيمان والتصديق بما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا نعيم القبر وعذابه من الإيمان بالغيب؟ لا شك أن نعيم القبر وعذابه والجنة والنار والبعث والحساب وأمور الآخرة كلها من علم الغيب
لأنها لم تحصل بعد، والقبر لا نطلع عليه، بل إنك لو فتحت القبر فإنك لا تحس أو لا ترى شيئا من عذاب القبر أو من نعيمه في الغالب. وقد يظهر هذا لبعض الناس، قد يظهر هذا لبعض الناس، لكن في الغالب أنك لا تجد شيئا من ذلك، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس هو من أمور الدنيا طيب، ومن مشاهدات الخلق في الدنيا، وإنما هو من عالم الآخرة طيب، الذي لا يعلمه إلا الله. أنت تجد مثلا اثنين نائمين عندك، هذا يكون في نومه مستريحا وهادئا ومتلذذا، وهذا قد يكون في نومه منغصا ومكدرا، وكلاهما لا يظهر عليه شيء من الراحة ولا من التعب. الإنسان لا يعني لا يتوقف عند محسوسه وعند ما يرى، هناك أشياء الإنسان لا يراها ولا يدركها ولكنها موجودة. بارك الله فيكم، زادكم الله من علمه وتوفيقه. تسأل أختنا سؤال آخر ليس ببعيد عن السؤال الأول. شيخ صالح، هل يأثم الإنسان الذي يستصعب الموت والذي يتمنى أن الله لم يخلق؟ وجهوني حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. تمني أن الله لم يخلقه هذا لا يجوز، ولكن على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة وحسن الظن بالله عز وجل، لا يحمله سوء الظن والخوف إلى أن يتمنى أنه لم يخلق، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة ويحسن الظن بالله عز وجل، هذا هو المطلوب من المسلم. أما تمني أن الله لم يخلقه فهذا من مظاهر القنوط وسوء الظن بالله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. الشق الثاني يتمنى أن الله لم يخلقه، وتفضلتم بالإجابة عنها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ثم تقول أختنا، هل التفكير في هذه الأشياء يجلب للإنسان شيئا من الإثم؟ وهل يجب على الإنسان أن يبتعد عن التفكير في هذه الأشياء لأنها من علم الغيب؟ أشرنا إلى هذا سابقا طيب، وقلنا إن الواجب على المسلم أن يؤمن بالغيب ولا يبحث عن التفاصيل، لأن البحث عن هذه الأمور يبعث على الشك ويبعث على الحيرة ولم يصل إلى نتيجة طيب. بالتالي لم يصل إلى نتيجة لأنه لم يكلف بذلك وليس له مصلحة من وراء ذلك، وإنما الواجب أن يعمل. إذا علم أن عذاب القبر حق، فليس المطلوب منه أن يبحث عن كيفية عذاب القبر، بل المطلوب منه أن يعد العدة للقبر، أن يعد العمل الصالح، وأن يتوب من السيئات، ويترك الأشياء التي توجب عذاب القبر، ويعمل الأعمال الصالحة التي تسبب نعيم القبر. هذا هو الواجب على المسلم طيب. أما أن يبحث عن كيفية عذاب القبر ومن صلب ومن احترق ومن كيف يعذب، هذه من الوساوس من الشيطان، ولا توصله إلى نتيجة، وإنما تشغله وقد تبعثه على التشكك والحيرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لأعداء العقيدة دندن حول هذا الموضوع، حول الإيمان بالغيب، وكثيرا ما يصطادون بعض الشبيبة التي لا تزال ثقافتها مبتدئة. هل من كلمة أخيرة حول هذا الموضوع؟ الإيمان بالغيب هذا هو من أعظم واجبات الدين طيب. الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، الميزة بين المؤمنين وبين الكفار أن المؤمنين يؤمنون بالغيب، وأما الكفار فلا يؤمنون بالغيب. الذي لا يؤمن بالغيب وإنما يؤمن بالأشياء المادية المحسوسة فقط، هذا ليس إيمانا، إنما الإيمان الصحيح هو الإيمان بالغيب، حيث آمن بشيء لم يره، وإنما آمن به بموجب الأدلة التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التصديق بالكتاب والسنة، وهذه هي الميزة بين المؤمن وبين الكافر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى جمهورية مصر العربية عبر رسالة بعث بها المستمع السيد الشربيني فرج. يسأل ويقول، عندي 3 أولاد بنين وبنات وفي نهاية مراحل التعليم، إلا أن من البنين ولد مصاب بشلل نصفي ويمشي متكئا على عصا، فهل من الممكن أن أخصه بشيء من ثروتي دون إخوة
حقيقته، وذلك ليكون مساعدة له لظروفه. هل نضع شيئا من ذلك، وهل يجوز شرعا أو لا؟ هذا محل نظر. بعض العلماء يرى أنه إذا كان تخصيص بعض الأولاد لسبب كأن يكون بالصفة التي ذكرتها أنه مقعد ومعوق ولا يقدر على الكسب، وأوصيت له بشيء من المال نظرا لحاجته، فبعض العلماء يرى أن هذا لا بأس به. ولكن إذا نظرنا إلى عموم الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والولد المعوق أو الأعمى أو الفقير قد يزول عذره وقد يزول مانعه وقد يغنيه الله عز وجل. فكم من مقعد يكون أغنى من الصحيح، وكم من أعمى يكون أغنى من البصير، وكم من فقير استغنى، وكم من غني افتقر. فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والصحيح أنه لا يخصص أحدا من الأولاد، وإنما يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وكل يكفيه ميراثه الذي قدره الله له. بالنسبة للصالح من الأولاد، شيخ صالح، بعض الأولاد ينشأ نشأة صالحة منذ صغاره، وحينئذ يكون فيه جاذبية لوالديه حتى يحسنوا إليه، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ هذا من البر، وهذا عوضه من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده نظرا لأنه بار بهما أو أنه يحبه أكثر من غيره أو ما أشبه ذلك. أما ما يؤديه الولد نحو والده من البر فهذا واجب عليه، وأجره على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بالعدل بين الأولاد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يخص البار به دون غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي ناصر حسن الجري.